كشف ومستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. كونسولتو كونسولتو اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره من الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور بعد الاجازه السعيده رمضان والعيد. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وكل المشاهدين بخير يا رب. الحمد لله. وطبعا زي ما تعودنا ان ما زال الحوار مستمر وهيستمر عن المرض، انا بعتبره برضه مرض عصر، المرض السكر وتوابعه وكل شيء ما يحيط به. طبعا زي ما حضرتك عارف، ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده استاذ حسام وقلنا المرض الوحيد اللي هو بيصيب كل شرايين الجسم والاورده والشعيرات الدمويه يعني بمستوياتها هو مرض السكر. يعني لو احنا قلنا كده يعني يبقى مفيش خلية في منأى من الإصابة أو التأثر السلبي اللي هو يعني التعب إنها تتعب الخلية يعني من السكر. مفيش مرض في الدنيا ربنا خلقه إلا السكر هو اللي بيأثر على ده. فلو احنا جينا نقول إصابة الأوعية الدموية، بس أنا إصابة الوعاء الدموي عبارة عن إيه؟ يعني اللي هو الماسورة اللي بيمشي فيها الدم. فالماسورة دي يا إما إن هي تضيق أو تتسد او يطلع منها حتة تتقطع وتروح تقفل مناطق تانية تكون اكثر ضرر، اللي بنسميها التجلطات المتحركة او كده. يعني في جلطة تبقى في مكانها تقفل، وبعدين ممكن يطلع منها حتة تروح في مكان تانية تقفل اماكن بعيدة. اخبار حاجة يعني مثلا الجلطة اللي بتحصل في الشريان الرئوي ممكن تبقى طالعة من الرجل، من الرجلين. ايوة برافو عليك، خبر لك مش مكانها صح. ممكن جلطة تبقى في القلب تطلع على المخ، تؤدي شلل، تؤدي الى شلل نصفي او غيبوبه او حتى الوفاه. طب في سبب معين يا دكتور تحركها من مكان لمكان اخر ولا هو يعني هو مش مجال حديثي، بس عايز اقول ان حتى هذه الامراض يا استاذ حسام اتفضل، في امراض تصيب الاوعيه الدمويه الكبيره الشرايين الكبيره تمام، وفي اللي بيصيب الشرايين المتوسطه، وفي اللي يعني يصيب الشرايين الصغيرة، وفي اللي الصغيرة الصغيرة تمام. يعني عايز اقول ان مفيش مرض بيجمع دول غير السكر، وهي دي كانت المشكلة ان مريض السكر ممكن تتباين عنده الاعراض. يعني ممكن مثلا لو الشرايين دي طبعا هي كلها مصابة في وقت واحد تمام، ولكن الاصابة بتتركز في الاماكن اللي عليها ضغط قوي او اماكن محددة اللي هي فيها حيوية، فبتبان القصور. زي ما يكون مثلا عندك الشوارع بتاعت مثلا القاهرة اتأثرت مثلا في المطرة تمام، تلاقي المطرة موقفة كل الشوارع، بس الشارع صح. اللي هيبان فيه بقى التكدس السيارات فين؟ اللي عليه ضغط، اللي عليه ضغط، اللي عليه ضغط. اما اللي ما عليهاش ضغط ما كده كده ما فيش سيارات اساسا، ما فيش حاجة تكدس. طب احنا عندنا الشوارع اللي بيبقى فيها في الجسم فين؟ الكليتين، المخ، القلب، الساقين تمام. ما انا ما قلتش الكبد. ليه ما قلتش الكبد؟ لان تغذية الكبد الدموية اكثر من نوع. في نوع دموي شرياني وفي نوع دموي وريدي تمام. فبالتالي عادة الكبد لا يصاب بنقص توارد الدم عليه نادرا، ما يصابش. طب نقدر ناخد اتصال من البحيرة. اهلا وسهلا استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. نعم وحضراتكم بخير وانت طيب بالصحه والسلامه. والله الدكتور بتاعك ده حته عسلايه. الله يخليك. ده الله يخليك يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. السؤال والله بالنسبه للجهاز الهضمي يعني صفته برضه عن دكتور باطني. اتفضل. انا عندي التهابات في القولون وبيعمل لي زي حرقان في ظهري كده برجلي، كفوف رجلي من تحت كده. يعني حضرتك ده مزمن ولا حديث؟ لا مزمن. بقاله قد ايه سيادتك؟ انا من 2006 دي. من 2006 وهو بيجي لك، خدت ادويه ايه يا فندم؟ انا خدت اللي هو
اللهم صل على سيدنا محمد الزكال والتدويل والبريمار ده والدسم. يعني في اسهال وامساك وكده ولا ساعات بيجلب كده وساعات بيجلب كده؟ طيب يعني وحرقان في الرجلين ده له علاقه بيها ولا عندك مرض تاني غير القولون؟ لا لا مفيش غير القولون. طيب هقفل وهرد على سيادتك. حاضر. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. ناخد الاتصال التالي لو في عندك حد انه بعدين. لا اتفضل يا دكتور. تمام. طيب لو عندك حد ناخده. لا تمام طبعا اتفضل. حته بحته. هو التهاب القولون ده حضرتك لازم في الحالات دي نعرف سببه ايه. لانه واضح ان هو خد ادويه من غير ما يعمل الفحوصات. تحاليل القولون لا تعني تحليل براز. تحليل البراز ده يعني لا في الاماكن بتاعتنا لا ناخذ بها. تمام. لكن احنا بناخد عينه تافهه جدا جدا، منظار بسيط، وبناخد عينه من الغشاء المخاطي حجمها لا يتجاوز ملي، وبتتفحص تحت الميكروسكوب. منها نوع بنسميه اللي هو الطازجه، يعني بناخدها على طول ونفردها ونبص عليها في ساعتها، وفي نوع نصبغه ونشوف ايه القصه دي. تمام. ده عشان نبقى سريع، قد نحتاج الى منظار قولون طويل، يعني يوصل لحد اخر القولون، واخد بال حضرتك؟ نشوف بقى تقرحات بجد ولا التهابات وانواعها ايه. لكن انا هحاول اساعده، هياخد حاجه اسمها سلازوبايرين حبتين بعد الاكل 3 مرات في اليوم لمده 2 شهر. لو جابوا نتيجه يبقى كويس. تمام. ما جابوش نتيجه يبقى اللي هنضطر ناخد عينه ربما يكون بالهريسيا زمان، انا ما اعرفش طبعا، لان لو هاخد الحاله ممكن اقعد فيها فتره طويله والهواء يروح منها. تقارير. طب نرجع لموضوعنا. طب ده ليه علاقه، لاني هو ده ليه علاقه بحرقان في الرجلين؟ لا هو ملوش علاقه قوي، لان انا لو دخلته في حرقان الرجلين هنخش في مناطق تانية للامراض المناعيه. وهنا برضو اللي هبينها كويس ان خدت بالك. اللي هيبينها ايضا اللي هو التحليل بتاع الغشاء المخاطي او رؤيه الغشاء المخاطي بالنسبه للقولون ان شاء الله. ان شاء الله. طب ناخد الاتصال اللي بعده يا دكتور. طيب اوكي. استاذ صلاح من القاهره، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. الحمد لله. الحمد لله. كل عام وانتم طيبين. وانت طيب. بالصحه والسلامه. احنا سعداء بعوده البرنامج و منورين انت والاستاذ حسام رفاعي. الله يخليك. منورين. الله يخليك. حرمش. انا في عندي سؤال. اخويا عمره 60 سنة ومدخن، وكان المفروض يعمل عمليه البروستاتا، ولكن هاجمته كورونا فجات له كورونا. بعد 10 ايام من كورونا راح عمل عمليه البروستاتا عشان كانت عامله له حبس للبول، فراح عملها، الا انه عاملها بقاله مثلا بتاع 10 ايام في نزيف مستمر دم، نزيف مستمر دم. وعايزين نعرف ايه الدواء اللي ياخده عشان يقف في النزيف ده. وبعدين اتنقل له كيسين دم، وقالوا له كمان بعد يوم ولا اتنين هينقلوا له كيسين دم تاني. طيب الكورونا هل الدم ده غلط ولا صح ولا طيب ايه بالظبط؟ طيب حاضر. اصل انت عارف، خليك معايا ما تقفلش، لان في اسئله مهمه لازم حضرتك اسالها لك. ماشي. اما جات الكورونا قبل ما يعمل عمليه ب 10 ايام، جت بحراره ولا من غير حراره؟ من غير حراره. طيب حصل حضرتك بقى الام وتكسير وكلام ده ولا حاجه بسيطه خالص؟ لا الام وتكسير. طب عمل تحاليل ساعتها؟ عمل تحاليل. طيب طلعت طيب حاجات التجلط واللي كانت بتحصل، اللي بتحصل في الكورونا اللي هي الحاجات الداله دلائل او علامات التجلط في الدم، كانت عاليه ولا طبيعيه؟ لا عاليه. دي دايمر، عارف الدي دايمر ولا مش عارفها؟ لا مش عارفها. طب طلعت عاليه قد ايه؟ لان طب دلوقتي هو ما عمل العمليه، قبل العمليه كان بياخد حاجات تسهيل للبول للدم ولا يعني وكان بياخد حاجات للسيوله. طيب ما دي هي سبب الـ 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 النزيف اللي شغال. طب هو وقف حاجات السيوله ولا لسه موجوده؟ لا وقفها. بقى لها قد ايه؟ بقى لها 3 ايام تقريبا. طيب ان شاء الله اصبر كمان. هي الحقيقه انا لو مكانه طب اقفل سيادتك. شكرا. شكرا استاذ صلاح. هو انا الحقيقه ما كنتش افضل يعمل العمليه دي، حتى كان ممكن يركب قسطره، يعمل حاجه بسيطه، او يعمل مثلا لان عمليه البروستاتا احيانا الناس بيبقى عالي فيها. يعني من العمليات انت بتشيل عضو مليان دم.
مليان انسجه دمويه، واخبار حضرتك؟ فمن هنا اما يكون انسان بياخد ادويه للسيوله اللي هي بنديها مع مرضى الكورونا عشان ما يحصلش تجلطات في الرئه او تجلطات في القلب او تجلطات في الجهاز العصبي، فدي هتخلي اي جرح ينزف فتره طويله. يعني اصبح توقيت غلط للعمليه. انا شايف ان هو حتى كان ممكن يركب قسطره، ما كانتش القسطره جابت نتيجه. في قسطره احيانا بتتركب في المثانه، يعني مش لازم تخش عن طريق المجرى البولي الطبيعي، بنحطها من فوق في البطن كده اسفل البطن عند منطقه العانه، تخش على المثانه، نخلص الكورونا بتاعتنا وده ممكن نتاخر شويه كمان عن كده. تمام. وبعدين اما نوقف ادويتها تماما نبدا نعمل العمليه. لكن انا شايف بقى، طب ايه اللي يعملوه؟ ربنا يستر، هو هيوقف ادويه السيوله اهو كمان 3 4 ايام، متوقع ان هو الامور تهدى مع كثير الدم اللي خده ان شاء الله. طب هو دلوقتي كان بيسال سؤال تاني يا دكتور. لا مش حد حاجه لتزود التجلطات، لا هو كان أخاف. بيقول ان في كيسين دم عايزين ندوله كمان كيسين دم. لا مفيش حاجه يا اخو، مفيش مشكله، مفيش مشكله. تمام، مفيش مشكله. نرجع على موضوعنا ده. احنا كنا الموضوع بتاعنا كنا بنتكلم فيه السكر انه بيأثر على كل الاورده والشرايين والشعيرات. من الاماكن المهمه جدا اللي بيأثر عليها السكر، واخد بال حضرتك، اللي هو الجهاز التناسلي في الذكر والانثى. فهو في الذكر هيعمل حاجه اسمها الناس معروفه قوي العجز الجنسي. والامراض التناسليه في الذكر او الانثى بينقسموا الى ثلاث حاجات. واحد القدره الجنسيه والرغبه الجنسيه، اثنين والخصوبه، ثلاثه. يعني والثلاثه ما لهمش علاقه ببعض على فكره. يعني ممكن يكون واحد عنده رغبة جنسية وما عندوش قدرة جنسية. الرغبة الجنسية التعريف بتاعها عشان الناس يبقوا مفاهمين معانا، هي ميل الإنسان جنسي للجنس المعاكس له. تمام. يعني الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، دي الرغبة الجنسية الطبيعية اللي ربنا خلقها. طب افرض رجل لرجل يبقى مجنون، يعني عيان مريض. صح. او مرأة المرأة يبقى مريضة. أكيد. يعني تستحق العلاج، واخد بال حضرتك، من وجهة النظر الطبية. وهنا ما تبقاش اسمها ليبيدو بقى، لا اسامي تانية. تمام. اوكي، دي واحد. القدرة الجنسية هو الحصول او الوصول الى علاقة مثمرة او طبيعية او كافية بين الرجل هو اللي بيأديها عادة الحقيقة، واخد بالك. تمام. طب الخصوبة، وجود تبويض وحيوانات منويه، سواء راجل يبقى حيوان منوي، الانثى بويضه صالحه للاخصاب وحيوان منوي صالح للتلقيح. تمام. والاثنين اللي يخلفوا، يبقى هنا الخصوبه عندهم الاثنين كويسه، او في واحد عنده عيب. يبقى اذا الخصوبه القدره على الانجاب او احساس تلقيح، خليها كده. تمام. القدره الجنسيه اللي هي العلاقه ناجحة، يعني وجود انتصاب في الرجل، انتصاب كافي ومثمر ويؤدي الى علاقة جنسية ناجحة. تمام. وفي الانتصاب ممكن يبقى في البداية وبعدين يحصل له نوع من الارتخاء. اكيد. واخد بال حضرتك. تمام. او انتصاب غير كامل. يعني كلمة الانتصاب لها درجات ولها. تمام. اوقات. يبقى قلنا الرغبة والقدرة والخصوبة. السكر بيأثر تقريبا على التلاتة كلهم. اه احنا معنا الاستاذة نجوى. خد الاستاذة نجوى. استاذة نجوى السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا استاذة نجوى. ايوه حضرتك، مع حضرتك. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا استاذة نجوى، سامعك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يخليك. الحمد لله. معاك الدكتورة. بقول لحضرتك انا كان عندي جرثومة في المعدة وخدت لها هيليكور. ودلوقتي في الاسبوع الثاني للهيليكور لمده اسبوعين. عندي بقى في الثاني في فطر ابيض ومش طايقه الثاني خلاص، وعماله وخدت له برضه علاج ولسه زي ما هو. الفطر فين؟ الفطر في اللسان. ده قبل ما تاخدي دواء المعده ولا بعده؟ ده قبل ما اخد دواء المعده، وبعدها اكتشفت ان معدتي بتوجعني ورحت للدكتور، فاداني هيليكور قال لي عندك جرثومة، عملت تحليل بول وبراز وقال لي عندك جرثومة. طيب. وعندي اسره هضمه في البول، بعد اسره هضمه جامد. طيب حاضر، اقفلي وانا كمان. شكرا استاذ نجوى. هو موضوع الجرثومه ده في يعني تشخيص زياده شويه، لان الجرثومه دي موجوده عند كل الناس تقريبا، يعني
ولكن احنا يعني زي ما بتقول كده كل ما يبقى في جرثومه نعالج الجرثومه، مش محتاجين يعني. هي طبيعيه، عايشه طبيعيه. عايشه موجوده ممكن لا تسبب اي مشاكل، هي بتقاوم الحمض فبتعيش في المعده. بس مش ممكن الجرثومه دكتور محمد تبقى من شخص لاخر بتسبب له قلق او مشاكل او بتتفاقم؟ كلامك مظبوط، بس انا مش عايز كل واحد يعني انا ما الاقي جرثومه والاقي قرحه في المعده اوكي تمام، انا ما عملتش منظار مش عارف في قرحه ولا ما فيش، لو في قرحه عالج القرحه وعالج الجرثومه في وقت نفس الوقت. لكن انا شايف الفطر اللي موجود في بقها ده هو سبب الام المعده. يعني هو الاصل، هو الاصل. فهتاخد حاجه رخيصه قوي 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 اسمها مايكوستاتين، ده حضرتك بتبقى قطاره ورخيص خالص، يمكن يكون ب 10 جنيه ولا حاجه المايكوستاتين ده، تملى القطاره للاخر بعد كل اكله وتحطها في بقها وتسيبها في بقها اكبر قدر ممكن. تمام. هي غصب عنها هيتسرب المحلول اللي هي خدته كده لونه مصفر شويه وطعمه مش وحش، وهتسرب يدخل على المريء، على المريء وعلى المعده يصلح، لان الابيض ده ممكن يكون موجود لحد المعده. يعني واخد بال حضرتك الاتصال. فهي بعد ما تتمطمطش بقى، يعني تاخده بعد كل الوجبات ثلاث مرات وكل مره قبل النوم كمان. هي القطاره، ملء القطاره يعني ممكن تغير الكلام، ممكن تاخده اسبوع او 10 ايام. تمام. ما ننساش المواد الانتي بايوتكس اللي هي المضادات الحيويه، ممكن تتسبب في وجود الفطر جوه الفم لو اتاخدت بجرعات كبيره قوي ولمده طويله. الانتي بايوتيك المضادات عاده، مضادات. لان هنا في بكتيريا موجوده في الفم طبيعيه مستأنسه لها فايده في الفم بتاعنا ده مليان بكتيريا، فمش عايزين نقتلها، بس مش بكتيريا مرضيه. اما هي بتموت والفطر موجود برضه، بس هي محدده عمل الفطر، اول ما تموت الفطر روح نامي زياده. او الناس اللي بتاخد كورتيزون نفس الحكايه برضه بيزيد الفطر، حتى البخاخه بتاعه الرب ممكن تعمل فطر في الفم. فطر في الفم. نعم. طيب نرجع لموضوعنا. طيب السكر كيف يؤثر على القدره الجنسيه؟ هو يمكن الناس يقول لك ايه الرغبه الجنسيه دي، في حاجات كتير بتكون مسؤوله الى جانب السكر، يعني منها هرمون التستوستيرون. يعني هرمون التستوستيرون ده اسمه هرمون الذكوره، موجود في الرجاله، بيقل مع تقدم العمر، بيبدا عند البلوغ، واخد بالك، مسؤول عن كل حاجه لها علاقه بالتناسليه، من اول من الرغبه والانتصاب والقدره والمزاج الجنسي وشكل البني ادم انه يبقى راجل، يعني تقريبا مسؤول عن كل حاجه. ثم اما يبدا تخليق الحيوانات المنويه له دور ايضا، يعني هو تقريبا ويكبر البروستاتا ويكبر الخصيه، مع انه هو بيطلع من الخصيه. تمام. يعني له شغل كتير جدا جدا جدا. فالتستوستيرون ده مع مرضى السكر احيانا يحصل له خلل، يعني لانه بيقل ايضا. ده بقى في اي سنه يا دكتور؟ لا، مريض السكر ده حضرتك يعني ممكن يبقى عنده 25 سنه ويبقى ما فيش انتصاب او ما عندوش الرغبه. يعني طبعا حضرتك على فكرة انعدام الرغبة ده عايزة واحد ملوش مزاج للأكل ولا يستطعم الأكل. يعني حتى لو عنده قدرة جنسية مش هتحصل، الرغبة هي التي تؤدي إلى القدرة إن وجدت، لكن افرض ما توجد مش هيحصل حاجة. خلاص. نعم. طيب ناخد الأستاذ محمد من القاهرة. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك صحتك يا دكتور؟ أهلا بك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. حضرتك يا دكتور، كان عندي جرثومه وتعالجت منها، بس عندي عسر هضمي جامد في المعده، والاكل معظمه بينزل سليم. طب قبل ما تتعالج من الجرثومه كان ايه اللي تعبك؟ هو كان عندي شويه مشاكل، كان عنده سكر و لا 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 لا, لا, لا يعني لا 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 المعده كان يعني ايه اللي كان تعبك في بطنك قبل ما تاخد علاج الجرثومه؟ كان انتفاخ، وبحس ان اي اكل باكله بيروح لفخ المعده، اي اكل او جبن ولا اي حاجه برضه بتروح المعده. طب ودلوقتي اختفت الاعراض دي؟ اختفت دلوقتي الاعراض دي؟ اختفت بس معظم الاكل يا دكتور بينزل سليم زي ما هو. طيب اتفضل اقفل واكلمك. شكرا استاذ محمد، خليك مع الدكتور.
هو طبعا الجرثومة وكده زي ما انا بقول في شويه مغالاه في تشخيصها وعلاجها، لان السكر ممكن يعمل انتفاخ. السكر ربما يكون السكر اتظبط بعد ما خد العلاج، ما اتظبطش، بس هو انا شايف ان هو يعني نعالج له العسر الهضم ده، ان هو هيريح المعده لمده اسبوع، ياكل اكل خفيف، حاجات مسلوقه، لو اللحوم تبقى مسلوقه، يبعد عن المسبك والحادق والحراق والتخديعه يعني اللي هي الطماطم والصلصه والحاجات دي، فيبقى اكل خفيف كده لمده اسبوع يريح المعده. لو بعد كده لا الدنيا اتحسنت يبقى خلاص. طب لو ما اتحسنتش هياخد دواء نعمل له حاجه نزود له الهضم، زي الزيموجين مثلا، ده دواء رخيص حبوب ياخد حبايه وسط الاكل 3 مرات في اليوم على طول، ما فيش خطوره منه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ناخد ام محمد من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا كان عندي التهابات وعصر عظمي في المعده، فده على طول احس وجع من في جنب الشمال كده من يوم القلب ده. وجع في الناحيه الشمال فين؟ من يوم الجلد كده من عند صدره. من عند ايه؟ من عند ايه وضحي بس؟ من عند جلد كده من الناحيه الشمال. وبيوصل كده لكتفي وفي ظهري الورا كده شوك. من الضهر. طيب يعني هو الجنب الشمال وحضرتك بيسمع ورا ولا في الظهر من ورا؟ في الظهر من ورا. طب الجنب الشمال في البطن من الحته العلويه ولا السفليه في البطن؟ في الظهر من الحته اللي فوق كده. يعني تحت الضلوع مباشره ولا تحت خالص؟ لا من تحت الضلوع. من تحت الضلوع. اما بتنام على ظهرك الالم بيزيد ولا ملوش علاقه؟ تنام على ظهرك الالم بيزيد؟ لا لا ظهره. بقاله قد ايه الالم ده؟ بقاله يعني شهر كده، وعملت شعه مقطعيه قال لي ما فيش حاجه يعني في القلب ولا حاجه. بقاله شهر. قلت لك قلب، ده انت بتتكلمي في اعلى البطن. صحيح انت سنك كام سنه؟ 27. 25؟ 27. متجوزه؟ متزوجه؟ ايوه متجوز. معايا 3 عيال. في اي مشاكل عندك؟ لا هو كان عندي عصر هضم وصمود يا دكتور. وخفوا دول تماما؟ لا في الحموضه لسه برضه معايا حموضه. طب ما تاخدي علاج الحموضه، بالتاكيد انت عندك الدواء بتاعه، استمري عليه شويه. ايوه باخد علاج الحموضه. طب اما بتاخدي دواء الحموضه الالام دي بتاعت الجنب الشمال بتتحسن ولا لا؟ يعني شويه يعني. يبقى انت بتاخدي ايه دواء الحموضه قلت لي؟ باخد دواء حموضه انتريزول ديت. كم ملي؟ 20 ملي. بتاخدي كم حبايه؟ حبايتين. طب خليه 40 الصبح وبالليل لمده 7 ايام. شكرا جزيلا، الف سلام. شكرا شكرا ام محمد. طيب كيف يؤثر السكر على الانتصاب؟ ده المهم في الراجل. تمام. طب ليه انا بدأ بالموضوع ده؟ لان ممكن عدم القدرة الجنسية دي اللي هو عدم وجود الانتصاب نفسه يكون هو اول حاجة المريض يشتكي منها. مريض السكر، مريض السكر يعني ما تجيش في دماغه خالص، ويبقى كان عنده سكر فترة قصيرة او طويلة وماشي، لا فينا انا شفريق ولا بول كتير ولا بيخس ولا في اي حاجة، وبعدين يروح للدكتور سواء كان متزوج او غير متزوج. مع الغير متزوجين المفروض يحصل حاجه اسمها مورنينج اريكشن اللي هو الانتصاب الصبح، واخد بالك؟ تمام. فلو قام النوم الصبح مفيش انتصاب على طول يبقى هنا في ارتخاء، ده شيء طبيعي. صح. ربنا خلق. صح. اما المتزوجين بيبقى باينين يعني حضرتك ما حصلش انتصاب مع العلاقه الجنسيه خالص، فهو هنا حضرتك قد يكون اول عرض هو عدم القدره الجنسيه اللي هو الارتخاء بالبلدي كده بنسميه الارتخاء. يقول لك بقى ده اتربط، ده اتعمل، ده تحزم، الكلام ده ما نفهموش احنا. هي ناحيه نفسيه. صح. البني ادم اللي يتربط وبعدين يخف دي ناحيه نفسيه. اكيد. وده مكتوبه يعني هو ياخد ادويه نفسيه يخف على فكره. اكيد. واخد بالك؟ بس هو بيبقى ايه معتقد ان الراجل ده اللي كتب له الحجاب هيخف، ما بيخف. ما بيخفش. لا هو بيخف على الحجاب، ما هو نفسي.
حاله نفسيه. واخد بالك؟ ما هو الحجاب عمل تاثير نفسي برضه. صح، يعني هي بس حاله نفسيه اكنه فكاب. ان شاء الله يكون كده. ان شاء الله. ناخد استاذ فتحي. ماشي. استاذ فتحي السلام عليكم. استاذ صبحي. ايوه اتفضل. اتفضل يا استاذ صبحي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ صبحي. اتفضل. عليكم السلام. اتفضل بس ممكن توطي التلفزيون شويه او تبعد عنه؟ احنا سامعينك. طيب انا عندي سكر بس ما بينزلش، السكر ما بينزلش اصلا. سنك كم سنه يا استاذ فاضل؟ سني 65. وزنك كم كيلو؟ وزن 100. 100 كيلو. طول حضرتك قد ايه؟ 185. طيب انت عادي. نعم. السكر بقاله كام سنه؟ بقالي 10 سنين. بتاخد له علاج ايه؟ انا كنت باخد بالكوفان زي 5 على 500 فتره، وكان مظبوط 120 130 140. وبعدين دلوقتي باخد سلدا جلوز. دلوقتي فجاه انا كنت خدت كركمين. ومعرفش مخففك الكركمين ده الموضه اللي طالعه والله يا بلاش. ما دلوقتي كل الفيسبوك والكلام ده يقول لك خد اللاصق خد المانع، مش للطب بس. وبعدين تشتريه خلاص مره واحده باعه 2000 حته 10000 حته وخلاص عمل الشغلانه. وخلصت الليله. يا سيدي انا فوجئت ان السكر 280 270. يعني انت دلوقتي موقف رد عليا بس، انت موقف العلاج؟ وقفت الكركمين طبعا. لا وقفت اللي هو الجلوكوفاج، او ان انت خدت جلوكوفاج وبعده فانيل 5500 ده. الجلوكوفاج في الاول وبعد كده جربت الانديل والدوانيل وعلى اساس انه ينزل، ما بينزلش. 260 فاصل صايم بعد الاكل صايم فاصل ومدين. والبتاع الكركميل ده ولا الكركميد ولا وات ايفر يعني ده خدته قد ايه؟ انا اخدته بشهر. شهر والسكر اتحسن فتره وبعدين رجع تاني ولا ما اتحسنش؟ لا انا ما كنتش اعرف، ما كنتش بحلل، انا فوجئت بحلل بالصدفه كده فوجئت ان هو 300. يعني انت ثقتك، استنى خليك معايا بس، ثقتك في الاعشاب دي خليتك ما تحللش؟ لا كان بقالي كتير ما حللتش، السكر كان مظبوط على طول، طول عمره مظبوط مفيش مشكله. يا سيدي انت مش واصلك اللي انا عايز ايه. دلوقتي انت خدت كوركوميل اسمه ايه؟ كوركوميل. ده خدته لمده شهر مش كده؟ شهر او شهر ونص. الشهر ده امتى؟ من حوالي، يعني انا بطلت الكركمين من اسبوع بس او 10 ايام. من 10 ايام. نص الصبح. طيب انت حضرتك ال 10 ايام دول حللت النهارده ولا امبارح؟ كل محل انا بحلل مرتين او ثلاثه في اليوم. بل صايم 200، صايم 200 بعد الاكل 260، صايم 180 190. حللت الاسبوع اللي فات؟ حللت الاسبوع اللي فات. طلع كده برضه. خلاص خلاص خلاص، انا عايز بس اللي اتصلوا بيا هي كلمه حللت الاسبوع اللي فات. انا هقول لسيادتك قد ايه ترد، مش عايز مش هساله لان مش لازم اكون عايزه. انا بس كنت عايز اشوف الكروكوميل ده قلل لك السكر وارتفع تاني ولا ما قللوش اساسا. قبل ما تعمل الكروكوميل كنت ماشي على دواء صح؟ الله يبارك فيك. كان السكر كام؟ كان 140 150. طب ما ترجع للدواء ده وخلاص، احنا ليه هنتفلسف؟ ما انا خدت الدواء نفسه. ما نزلش السكر تاني يا ريس صح؟ ما اثرش خالص. الوزن اخر ست شهور زاد ولا قل ولا ثابت؟ لا يعني هو كان 96 طول عمره 97 بقى 100 مثلا. طيب حاضر اتفضل اقفل وهكلمك. شكرا شكرا استاذ صبحي. هياخد دواء اسمه جليفلوزين. تمام. جليفلوزين 10 مللي جرام حباية كل يوم في اي وقت بس يثبتها الى جانب الجلوكوفاج 1000 قبل الغداء و1000 قبل العشاء. فنخلوا اسمه جليفلوزين ده لمدة قد ايه يا دكتور؟ 3 شهور او شهرين شهور ويكلمنا تاني. تمام ماشي يا استاذ صبحي شكرا. نرجع طيب للموضوع بتاعنا. يبقى اذا قد يكون اللي هو الارتخاء الجنسي في الرجل يكون هو أول عرض لمرض السكر، لا يسبقه شيء. ممكن يكون المريض مش عارف. ما المريض مش عارف، هو بيروح حتى للدكتور ذكورة يقعد يحكي له، الراجل يلاقي بعض الأعراض الأخرى فيطلب له سكر، يلاقي السكر عالي بيروح محوله لنا. تمام دي البداية. يعني ده بداية، ده ممكن توصل سن 25 سنة، ممكن 30 سنة. ملهاش سن.
والاخطر منها بقى يا حسام اتفضل يا دكتور انها ممكن تيجي قبل ما السكر يرتفع. اه وده اللي انا بقول عليه السكر المستتر. يعني السكر المستتر يعني وجود اعراض ناتجه او مضاعفات ناتجه من مرض السكر مع وجود سكر طبيعي بالتحاليل. ده خطر ده. اه لان هي الفكره والكلام ده عند ناس ولكنا فيه كتير قوي يعني. السكر ده مرحله ظهور السكر. هو كلمه سكر مرض يعني تسكيمه المرض غلط اساسا. اسم مش عارف زي ما تقول واحد عنده حراره بتسميه عنده حمى. تمام. هو ده تشخيص حمى؟ لا. ما الحمى دي ممكن تكون حمى تيفود، حمى ملاريا، حمى البتاع الجديد اللي ماشي كوفيد ده اللي ليها كذا سبب. يعني الكورونا ما تبقى حمى، انا شخصت كده كورونا؟ لا. طيب فكلمه سكر عرض احنا ايام الجهل لان السكر ده بقاله دلوقتي حوالي قرن وشويه متشخص واخبار حضرتك. تمام. فاول ما عرفوه زمان قوي 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 لقوا الناس اللي بتتبول في الارض النمل يجي على البول مليان سكر. اه مليان سكر فبداوا يدقوه. فما يدقوه الناس برضو اذكياء مش اغبياء يعني. تمام. فما يدقوه لقوا مسكر. ما هو لقوا النمل بيروح ناحيته على البول ده يعيش عليه والبرع اللي كله يجي. تمام. وخبر حضرتك ولا سيما ما كانش فيه ادويه فكان السكر مثلا يبقى في الدم 700 و500 و600 وعادي فالسكر بيسكر باللسان. فما دقوه لقوا مسكر ولقوا الناس بتخس ومش عارف ايه فربطوا وجود السكر في البول بعد كده اسمه ايه بقى؟ البول السكري. البول السكري هو المرض عربيا اسمه البول السكري. تمام. طيب ديابيتس بقى اللي هو بالانجليزي معناه السكر ديابيتس يعني ميلتنج اسوس ديابيتس ميليتس ميليتس من ميلتنج يعني انصهار الانسجه انصهار اه يعني بيخس واخبار حضرتك. وكان زمان بتبان بقى الصور الرهيبه مفيش علاج لسه. فمن هنا حكايه وجود السكر في البول ليس هو المرض. تمام. المرض الحقيقي بيبدأ قبل ظهور السكر في البول وفي الدم بيمكن بعشر سنين خمس سنين ثلاث سنين. فلا انت حضرتك ما تستغربش ان اقولك ان الشبكية يبقى فيها نزف او فيها تغيرات من السكر والسكر طبيعي. لان هو كلمة سكر غلط. دعنا نقول يعني اضطراب المنظومة الطب البيولوجية للجسم اللي هيطلع منها حاجات كتير. تمام. من ضمنها السكر. فالحاجات الكتير دي ممكن الشبكية يبقى فيها نزف، ممكن الشبكية يبقى فيها رشح، ممكن الشبكية يبقى فيها أوردة وشرايين جديدة. ده الشبكية بس. أكيد. دول ملهمش دعوة بمستوى السكر الحقيقي نهائي. حتى لو السكر عالي هنا فهو دلالة على خطورة مرض وليست على انها سبب. زي اقول لك زي برضو نخليها على الكورونا. تمام. هو حرارة المريض بتاع الكورونا لو طبيعية او وفي مريض تاني عنده كورونا الحرارة 38 ونص وفي مريض تاني عنده 40 هو السخونية اللي بتموت العيان؟ رد عليها سيادتك. لا. امال الناس اللي عندهم سخونية 40 بيموتوا ليه اكتر من عندهم 37 ونص 38؟ لان خطورة المرض عالية عادية. نوعية الفيروس. لا. لا. مش الاجابة. لان الاربعين تعكس ان هناك مرض خطير او شدة المرض عالية. تمام. لكن مش الاربعين هي اللي بتموت. كذلك السكر. واحد عنده سكر 100 واحد عنده 150 واحد عنده 300 واحد عنده 400. هم ال 400 دول اللي بيموتوا المريض بتاع السكر ويجيبوا له فشل كلوي. لا. ويجيبوا له قصور في الدورة اللي مش عارف فين وفين وفين والاقدام ما يقدرش يمشي والكلام ده. مش ال 400 سكر. طيب. لكن ال 400 تبيني ان عنده مرض سكر شديد. يعني تبين شدة المرض. زي بالظبط اما انا الاقي حضرتك الحرارة عالية في مريض الكورونا. الكورونا. مش الحرارة 40 ما الناس كلها من غير كورونا بتعيش. صح. اللي جيله ملاريا ما الحرارة بتوصل 40 ما بيموتش. صح. ليه؟ لكن الكورونا بتموت على 40 يبقى مش الحرارة بتموت. 40 موجودة هنا وهنا وما بتموتش.
يبقى اذا الكورونا اللاجئ اللي عنده 40 درجه مئويه حرارته يبين ان عنده مرض شديد، يتبين شده المرض. كذلك في السكر، معدلات السكر تبين شده المرض، ولكنها مش هي المسؤوله عن ما يحدث للمريض. واخد بال حضرتك؟ حتى في نشوف معنا اتصال يا دكتور. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، معنا اتصال. ازيك يا استاذ حسام؟ اهلا وسهلا حاج رجب. انا عرفتك على طول من الصوت. كل سنه وانت طيب. الحمد لله على السلامه، وكل سنه وانت طيب. الله يسلمك الاستاذ الكبير الدكتور محمد. الله يسلمك يا حاج رجب، كل سنه وانت طيب. وكان الصحة وجمال على الكشف والله، والسيارة المجانية. ربنا يديك الصحة والعمر. والله كنت عايز استشير الدكتور في حاجة كده. تفضل تفضل يا حاج راجل، تفضل. أنا معايا المدام شايلة الغدة ليها سنتين وبتاخد برسام 100، وبعد كده حملت 3 مرات، وبعد كده تنزل العيل بسبب النقص. استنى، حملت 3 مرات في سنتين، يعني هي حامل دلوقتي؟ بتحمل، وبعد كده انت عارف على 60 يوم بالظبط مفيش نقص. فبيجيني برشام الدكتور ينزل ال برشام ايه؟ بيديها برشام على اساس ينزل يعني الجنين على 60 يوم بالظبط بسبب بيقول لها الغده. يعني الجنين بيموت. استنى بس يا عم رجب، الجنين بيموت جوه بطنها. مفيش نبض على 60 يوم. خلاص يعني مفيش نبض يعني بيموت. يعني كده خلاص مفيش روح. يعني عشان بس ايه ما تتعبش الناس، يعني خلينا يعني يحصل وفاه للجنين عند 60 يوم عند شهرين. مفيش نبض خالص، فبيقول لها كده ايه؟ لا، في فرق بين حاجتين، استنى بقى بالراحه. مفيش نبض، ربما النبض احنا مش عارفين نحسه او نسمعه. يعني القلب ما ممكن يبقى فيه نبض ضعيف. لكن بيشوف على السونار يا دكتور، على الكشف على السونار. انا فاهم والله، انا على السونار، يعني قصدك القلب بيتوقف. موافقين خلاص. هل مثلا ممكن يكون بسبب الغده اللي هي شايلها او البرشام اللي هي بتاخده، لان هو قال لها ده انت مالكيش حمل عشان انت شايله الغده. سنها كم سنه؟ سنها حوالي 47. 47؟ الدورة منتظمة عندها؟ كانت منتظمة 100% وبتحمل، خلي بالك يعني. استنى بس، بالراحة عليا، بالراحة عليا يا مولانا، بالراحة عليا. دلوقتي حضرتك يا 47 سنة، هي خلفت قبل كده قبل دول؟ الحمد لله خلفت، استنى الحمد لله. عندك أولاد منها إيه؟ الحمد لله، ده أنا ما شاء الله الله أكبر متجوز بنتين، متجوز محمود، معايا اثنين كبار ومعايا بنت على وش جيزة بإذن الله يعني. منها هي ولا من حد تاني؟ طب اقفل وانا هرد عليك، اقفل وانا هرد عليك. ماشي، يلا. شكرا شكرا يا حاج رجب، شكرا. بجاوب انت. اقدر اجاوب انت موجود يا دكتور؟ بص يا سيدي، هو هانم المدام عندها 47 سنه. 47. احنا عندنا الرحم بيبقى كويس، والدم اللي رايح للرحم 100 لحد 35 سنه. بعد 35 سنة بيحصل عجز للرحم زي أي جسم، في أي حاجة في الجسم. ده طبيعة يا دكتور. وبيصاب الرحم إن الشرايين اللي مؤدية للرحم بتبدأ هي كمان يحصل فيها تصلب شرايين. يعني يقل كمية الدم اللي راح للرحم. تفضل تستحمل جنين عمره 7 أيام، 10 أيام، 20 يوم، 50 يوم، 60 يوم، الدم مش كافي. كأنك خنقت الجنين بالظبط. لان هو الدم بتاع الام اللي بيوصل عن طريق المشيمه هو التنفس، تمام، هو اللي بيجيب له الاكسجين. طب كميه الاكسجين ناقصه، كانك خنقته بالظبط. ومن هنا بيموت عندك 60 لما جسمه بيبدا يكبر نسبيا بالنسبه للام. واخد بال حضرتك؟ 60 يوم يعني عمر شهرين او كده. هل الغده ممكن يكون لها دور؟ نعم، بس نديها، نزود الالتروكسين اللي هو بيقول عليه 100. ادي 200 مفيش مشكله، بس الافضل تاخد 200 وما تحملش تاني. ليه؟ بالنسبه للسن ليه؟ ده انا هستفيد من موت الجنين داخل الرحم ده في حاجه، ان ضبط الغده الدرقيه غير كافي. ضبط الغده الدرقيه غيره كافي،
تمام. طب غير كافي للرحم فقط ولا للأم ككل كمؤسسة؟ للأم ككل. للأم كلها. يعني هو بيأثر برضو على القلب وعلى المخ وعلى العضلات وعلى الحيوية. طب ده كله ما بتاع الأم. طب هي مش حاسة بيه ليه؟ لأن دي حاجة بنسميها tolerability، اللي هي كمية طبيعة التكيف والتحمل. يعني واحد يتكيف مع الظروف، عايش في 45 درجة مئوية جو، كيف خلاص خد على مش شيء حاسس بيه. صح. والتحمل هو بيقدر يتحمل لحد 50 درجة، انت الغيظك ايه؟ فهي بس هل ده هتقدر تتكيف عليه وتتحمل عليه على جرعات غير طبيعية، جرعات غير طبيعية او اقل من الطبيعية اللي هي تاخدها المية؟ فلا، بعد سنتين ثلاثة هتبدأ بقى. هي دي المشكلة. دكتور محمد تسمح لي نطلع فاصل؟ طيب حاضر. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. أهلا وسهلا دكتور. كنا كملنا بقى موضوع الحمل. الحمل ضبط الغدة الدرقية يا أستاذ حسام. اتفضل يا دكتور. يعني الدقائق اللي فاضلة نتكلم عن الغدة الدرقية الحقيقة. ليه؟ لأن تقريبا عالميا وعربيا ومصريا مش قادرين الناس، مش الناس أنا أقصد المتخصصين، يعني يستوعبوا أو يتخيلوا أن ضبط الغدة الدرقية ضبط بيولوجي وليس كيميائي. والكلام ده أنا بتكلم فيه بقالي مش أقل من 15 سنة، حتى لو جبنا الفيديوهات القديمة بتاعتي في أماكن تانية غير هنا كمان اتكلمت في هذا الموضوع، مؤتمرات العلمية بنتكلم فيها وكل حاجة. بس هو الفكرة إن أي فكرة جديدة سواء واخد بالك بيصاحبها على فكرة على مستوى البشرية يناسبها نوع من انواع الريزيستنس، المقاومه. احنا انا شخصيا مش الناس يعني اقاوم الفكره الجديده الى حين لحد ما اقتنع بيها. وفي حياتك انت فكر كده اكيد عشان فكره جديدة غير تقليديه تلاقيك لازم تعمل ابحاث. لا مش دي اللي اقصدها، هو النفس البشريه لا تقبلها. تمام. واخد بالك ازاي؟ واللي بيستفيد بيها الجيل الصغير الاصغر، لانه باصص للجيل بتاعنا احنا ان هو القدوه وهو العلماء. لكن قرنائك، وده شيء طبيعي ولا يعيبهم، قد يكونوا مش مرتاحين ليها، لان هو مش عايز يحس ان هو بيقف يعني. والكلام ده حصل مع علماء العالم كلهم الجهابزه مش احنا بس يعني. تمام. يعني حصل مع اينشتاين وحصل مع جاليليو. جاليليو ده كانوا بيقتلوه ولا تقريبا حتى قتلوه، اما قال لهم جاب الحصانين وحطهم وفرغ الهواء ومش عارف ايه، قصه معروفه كده. تمام. اظن القساوسه قالوا انت بتاع شيطان وكلام ده عادي يعني. فالفكره ان انا معظم مرضى الغده الدرقيه، طبعا الموضوع ده ممكن اتكلم فيه 3 ساعات، بيكون عندهم خلل في مستقبلات هرمونات الغده الدرقيه الى جانب النقص، لان النقص نفسه بيؤدي ان الجسم ما بقاش يعرف يستجيب. فكان بعد ما بيستجيب الى مثلا معدل معين، ولتكن مثلا الجسم بيخلق حبايه جوه. تمام. واحنا زي الفل كده بنجيب نتيجه. طب الحبايه دي بقى الجسم ما بيخلقهاش بقاله شهرين ثلاثه سنه اثنين، اما تيجي تدي الحبايه ما تشتغلش، ما ينفعش، عطشانه الجسم، عطشان عايز كتير، خليها اللفظ. تمام. اللي ربنا يعني من عليا بيه دلوقتي، الجسم عطشان لكميه هرمونات كبيره عن الطبيعي، لانه ما بقاش يعني ما بيستجبش لنفس التركيز زي زمان، عايز اعلى. طيب انا ايه اللي هيحددني؟ انا هاخد التركيزات دي لاي ايه؟ اذا كان هو وصل للطبيعي واعلى من الطبيعي، لا هاخد على وظائف الغده الدرقيه الاخرى. يعني اشوف الدوره الدمويه، اشوف الدوره الشهريه للست، اشوف درجه السمنه، يعني الست التخينه مش عايزه تخس ليه؟ يبقى الجرعه دي مش كافيه اكيد. طيب معدلات الحيويه والنشاط، طبيعتها كانت مثلا من سنتين زي الفل ودلوقتي قلت جامد، افضل اظبطها لحد ما الطبيعه بتاعتها تتظبط. لو الجلد مثلا فيه مشاكل، اسمرار او خشونه او الشعر واقع او الكلام ده كله، اظبط ده مش صح. دماغ انا كل مرضى الغده الدرقيه اللي بيقولي لسبب واحد بس، ان التحاليل سليمه والمريض ما زال مريض.
لغز. يعني هو خد دواء ظبط الغده وجايب تحليل كده اهو بقاله 6 سنين طبيعه والاعراض زي ما هي. والاعراض زي ما هي. تفكر في ثلاث حاجات. واحد اللي انا بتكلم عليه ان انا ماليش دعوه بالتحاليل، هظبط انا بطريقتي، والطريقه دي عايزه يعني شويه كده فكر. اتنين، ربما في غدد صماء جديده حصل لها خلل في الفتره دي واحنا مش واخدين بالنا، واولها الغده الكظريه. يبقى انت عملت عالج في الدرقيه ودماغك والف سيف مثلا ان انا اظبط الغده الدرقيه. طب ما تظبطها يا استاذ. طب يبقى في غده تانية دخلت، وكل ما تظبط دي التانية تبوظ اكتر. تمام. لان انت بتنهكها، اللي هي الغده الكظريه اولهم، بس في غده تانية كتير. ثلاثة، ان في مرض انت مش عايز تقنع نفسك ان هو قد استحدث او تطور نتيجه للمرض الاصلي. تمام يا عم، فكر فيه. مش لازم يكون غدد على فكره. بس الكلام ده دكتور محمد يعني عايز خبره عاليه جدا يعني. والله كلام كلام كبير وعايز طبعًا. خبره عاليه يعني. كله خارج الصندوق زي ما بيقولوا. لا هو لازم الطبيب، وبصراحه اي مهنه لازم يكون عنده جود اكسبكتيشن، اللي هو القدره على التوقع في المستقبليا، سواء ماشي مع المنطق او غير منطق. احنا معظم مرضانا بنفقدهم لان عمالين نشتغل بالمنطق. معظم مرضانا نفقدهم عشان بالمنطق. نفقدهم مش موت، ممكن موت، ممكن نفقدهم كنجاح علاج. علاج، مفيش علاج. علاج، او نسيبهم يعني فريسة للمضاعفات لغاية ما المرض يتفاقم. لاننا ماشيين بالمنطق. لا، في فرصة ان انت تمشي باللا منطق. بس دي كلها ما بنقولش للدكاترة الصغيرين يعملوا الكلام ده. ما ينفعش. ما ينفعش، لازم يكون واحد على دراية عالية جدا جدا بالعلوم اللي موجودة. يعني دارس طب كويس قوي 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 قوي، مش بيقرا، قراية وخبرة. تمام. اتنين، عنده قدرات عالية جدا من كشخصية خلاقة. واخد بال حضرتك، وفلسفية، شخصية نفسها. تلاتة، ربنا من عليه بالحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تمام. خد بالك. ناخد أم هشام. ده دي آخر واحدة بقى مش كده؟ لا ما هما مدينا شوية يا جدعان. أم هشام السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا أم هشام. بقول لحضرتك ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي معاكي. أيوة يا دكتور، لو سمحت، أنا عندي الغدة الدرقية. نعم. بس هي عندي انخفاض فيها، كسلانة يعني. سامعني حضرتك؟ أيوة اتفضلي. وباخد لها اللي هو العلاج الهيدروكسين. قد ايه؟ وبعمل تحاليل كل 3 شهور، بس هي مش مظبوطه عندي على طول. اخر تحليل عملتيه امتى؟ من شهر 4. طلعت ايه؟ قولي لي الارقام، ما انا فاهم. قولي الرقم انا هفهم ده بتاع ايه. لا والله انا مش حافظه الرقم، هو الدكتور بيقول لي مش مظبوطه وبيزود لي الجرعه. خلى الجرعه كام؟ انا كنت الاول باخد 50 وبعد كده بقى يزود 100 ودلوقتي باخد 150. وزنك قد ايه؟ وزني 85. كم؟ 85. طولك قد ايه؟ لا طولي 155. تخينه يعني مليانه. جسمي مليان، بس حضرتك انا عندي خشونه. لسه سنك كام سنه؟ كسر عالي. سنك كام سنه؟ 50. وعندي كسر عالي. عندي ايه؟ كوليسترول؟ كوليسترول عالي. بتاخدي له علاج؟ باخد له علاج البرشام كوليسترول. طيب فين حضرتك وهكلمك. شكرا يا ام هشام، خليك مع الدكتور. بص يا استاذ هشام، اتفضل. احنا هنفضل ندي علاج، نزود جرعات الغده الدرقيه لما لا نهايه. امتى هنفضل نزود؟ كل شهر يعني. ممكن نزود يزيد. حبايه 25، في انواع دلوقتي موجوده في السوق 25 مايكرو، كل مثلا 3 أسابيع أو 4 أسابيع. تمام. هنوقفه إمتى؟ أما نبدأ نحس بالأعراض بتاعت زيادة الجرعة. هي متباينة، مش هقدر أقولها، ده حوالي 30 عرض. طب في السن اللي هو 45 فما فوق بنخاف من إيه؟ بنخاف من هشاشة عظام، ونخاف من ضربات قلب عالية. ده من العلاج. أنا بدي خبرة طبية مش للمرضى، للدكاترة. تمام يا دكتور. يعني سيادتك انت شاب وريد وسيم اهو جميل، وسنك مثلا 35 سنه. لا 35 ايه؟ ما انا هقول لك بس 28. لا معلش
انا هروح جايب زنبيل جنبي. زنبيل اللي عارف يعني ايه الزنبيل؟ شوال. شوال او كيس. مليان التروكسين وهديك قدرات من غير ما عد، مش هتفرق معايا. واحد عنده 30 قلبه كويس الحمد لله، صدره كويس، عظامه كويسة، في مقتبل العمر، حتى لو زادت الهرمونات مش هتحصل حاجة، الزيادة ما مش هتحصل حاجة، هو هيجي لي بعد كده شخص وارجعه وزبطه. لكن سيدة عندها 50 سنة هي داخلة على هشاشة العظام طبيعي عشان انقطاع الدورة الدموية، الدورة الشعرية والتبويض والاستروجين والبتاع، فانا لازم احط محط عيناي على الهشاشه، لان الدواء ده ممكن يعمل هشاشه. طيب واحد عنده 35 سنه والقلب كويس، حتى لو القلب ضربات القلب 150 ولا تعني حاجه، والناس عايشه بيها كتير، انا بتكلم يعني المهنه، يعني الناس طبعا تخاف من الكلام ده. بينما اما واحد عنده 50 سنه 55 60 لا لازم ننتبه، قلبه مش هيستحمل يا مولانا. صح، يعني ما عيشوش على 150، لكن الشباب عايشوا 150 مش مشكله، يعيش بقى شهرين ثلاثه سنه كمان، واخد بال حضرتك؟ كانه بيجري يا اخي، ايه المشكله؟ اكيد، واخد بال سيادتك؟ فمن هنا اخلي بالي من قصور الدوره التاجيه للقلب، واخلي فهي المشكله ان انت يكون لديك سلاح، ولديك السلاح ده عاوز تجامل في الفرح بس ما تموتش الناس. صح، فمن هنا كيفيه استعمال الدواء بان انا اكون ملم بحاجات كتير قوي عشان اخرج عن المألوف. الخروج عن المألوف كلمة كده تبان انها سهلة، بس مع حد ما بيفهمش هتبقى اخطاءه فادحة ومصائبه عويصة، يعني يحط نفسه. فمفيش حد يستعمل المدرسة اللي انا بقولها دي غير اما يكون هو يعني حاسس ان هو يقدر يتحمل الموضوع ده وتبعياته، وإنه يقدر ياخد القرار المناسب ما يعطل ما يبوظ لناش حاجة تانية. طيب نقدر نروح له الغربية دكتور محمد؟ طب خلاص ماشي. أم محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمود. ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ تفضلي معاكي. أنا عندي الضغط ودايما ضربات قلب سريعة، كل ما قلت ضربات القلب يبقى الضغط. بتاخدي إيه للضغط؟ بتاخدي إيه للضغط؟ بتاخدي إيه للضغط؟ علاج الضغط ايه يا فندم؟ حبايه كده باخدها كل يوم على الريق. اسمها ايه ان شاء الله؟ اسمها ايه؟ مش عارفه والله الاسم. لا مهمه قوي، مهمه قوي، عشان انا ممكن اغير الحبايه دي والدنيا تتظبط. سنك كام سنه طيب؟ سنك يا ام محمود سنك كام سنه؟ 49 سنه. 49 طيب. الوزن كام؟ الوزن مارفي. اسمها ايه؟ اسمها مارفي. اسمها ايه؟ مارفي. مارتن؟ اه. طب الوزن كم ملي؟ لا مكتوب عليها كم ملي وانا هعرف. كم ملي؟ كم ملي؟ مارفي. كم ملي؟ مكتوب كم ملي؟ 40 40 12 ملي جرام. كم؟ 40 على 12؟ 40 على 12 40 على 12 ملي جرام. احنا سالنا الوزن، الوزن كام يا ام محمود؟ 23. لا الوزن، الوزن 123. 123؟ اه 123. يعني ضربات القلب بتطلع قد ايه؟ بتطلع 105. 100 وكام؟ 105. 105. وانت نايمه بتطلع كام وانت نايمه؟ لا مش بس وانا نايمه، لما بلاقي ضربات قلب سريعه كده بروح للاجزخانه يقول لي 105. لا هو 105 اسمعيني بس يا ست الكل، يعني انت دلوقتي قاعده على الكرسي وتروح الصيدليه ما النبض هيزيد، ممكن يكون احساس خاطئ. صوره الدم اخر مره عملتها امتى؟ عملتها قبل رمضان بيوم، كانت 9:30 وقالت لي انت عندك انيميا. خلاص صلح الانيميا، الف سلامه. شكرا شكرا يا ام محمود. هي تصلح الانيميا؟ واخد بال حضرتك 99% هتخف. ضربات القلب ال 105 دي بتاعت الانيميا. بس دي ما لهاش علاقه بالوزن، لازم لا الوزن ده خليها ده قصه ثانيه. ده قصه ثانيه. لكن هو حضرتك هي الانيميا تزود ضربات القلب، مش هتخليها 140. الطبيعي مثلا ضربات القلب مقبول لحد 90، ففي 15 يعني واحده زياده دول ما مشيت راحت الصيدليه. هي وهي قاعده على الكرسي هتلاقوا 90 على فكره، 90 95. ومش هتخف خالص غير ما الانيميا تتصلح.
تمام حضرتك، لازم الانيميا تصلح عشان هي دي هو الانيميا ليه القلب بيشتغل كتير، لان بيجي اشارات من المخ يقول ان انا ما باخدش اكسجين كفايه، فضربات القلب بتعلى عشان تديله اكسجين تديله كميه دم اكتر. طيب يا دكتور احنا معنا اخر سؤال. نعم. يعني واحد بيسال بالنسبه لمريض السرطان هل يجوز له تطعيم ضد الكورونا؟ هو تطعيم الكورونا يعني اصل المرض كله مش معروف. حاجه تحير. لا يعني هو المرض ده بيتكون على ايدينا، ولذلك تلاقي حاجه جميله قوي ان الناس الغير يعني مثلا تلاقي الناس الغير متخصصه عارفين زي المتخصصه، لان كل بيستقي قاعدين على بعض كده من المهندس والمحامي والدكتور والبشتمرجي وكله بنسمع كله بيدرس وده بيشوف الدكتور يقول اللي مش دكتور ده ممكن ناس في البيت غير اطباء الحالات اتعالجت في البيت يقول لك اعراض هم اللي اكتشفوها بقى يعني حوار عالمي observers يعني احنا كلنا مشاهدين للمرض صحيح يعني المتخصص هيعرف يترجم لكن انا غير متخصص اما يقول لي انا هترجمها برضه ففي النهايه هو بيخافوا بس من السرطان ان نفس الفاكسين ربما مع ادويه المناعه وكده ما يجيبش نتيجه تمام. هو الخوف مش ان هو الفاكسين يعمل حاجه الخوف انه ما يشتغلش. دكتور محمد مش هنشبع من خبرتك الله يخليك ومن الحوار معاك ولكن نعتذر لا ما هو كده كويس ادونا ساعه كامله الحقيقه اسمح لي انا بشكرهم يعني الله يخليك. أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهدة ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس وإلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش عندنا شيء متأجل كونسولتو 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 كونسولتو